ايوه يا زهري. انجي، مستر يوسف عايزنا نعمل له كامبين للبروجكت الجديد بتاعه، ومصمم ان انتي بالذات اللي تشتغلي عليها. مع انه بيقول ان في ناس احسن منك كتير. احنا لو منك اسمع كلامي. بنفسك يا مستر يوسف؟ شغلي. احب اباشر فيه الصغيره قبل الكبيره، حد يقدر يلومني؟ طب تحب اعمل ايه؟ اتنقل ولا اقدم استقالتي خالص عشان حضرتك تعرف تعمل شغلك براحتك؟ احب افهم انت ليه بتعملي كده ما دام مفيش حد في حياتك؟ ولا فيه؟ لا مفيش، وما عنديش استعداد خالص ان يبقى في حد. طب ليه يا انجي كل ما اقرب منك تعملي اللي انت بتعمليه ده؟ ما هو انت لازم تفهم ان ده رياكشن مش اكشن. ان القبول دي حاجه بتيجي كده من عند ربنا، ملهاش دعوه بيك انت شخصيا. ولو ان انا مقدره جدا ومحترمه الاصرار اللي انت فيه ان يبقى في حاجه ما بيننا، بس انا ماليش طقطان ان انا ادخل في اي حاجه دلوقتي. انا راجل غاوي صيد، والصيد بيعلم الصبر. وبحبك انت. بتحبني مره واحده؟ بلاش بحبك يا ستي، معجب بيكي ومن زمان وانتي عارفه، وعندي استعداد ان انا اصبر واستنى لحد ما تفتحي لي قلبك واديني فرصه بجد، ساعتها تعرفي قد ايه انا عايزك فعلا. عموما انا ما كنتش جاي اعمل الكامبين دي ولا حاجه، انا كنت بحاول بس عشان اقولك الكلمتين دول كلهم. وعلى فكره شكلك حلو قوي النهارده. على فكرة في كافيهات كتيرة جنب الكلية تقدروا تروحوا ترغوا فيها. انتوا جايين هنا تقعدوا زي البنشات وتركزوا في اللي انا بقوله. مين الفنان الموهوب اللي رسم الرسمة دي؟ ده مكانه مش هنا، وعشان كده انا هكافئه، هرفده. مين اللي رسمها؟ انتوا. انا اسفه يا دكتور. تترفد؟ تترفد ليه يعني؟ قليله الادب ومش متربيه. ما هو لو على قلالات الادب زماننا رفدنا الكليه كلها. لا بس دي عدت الخط الاحمر. ازاي عملت ايه يعني؟ وصلت بيها استفله انها تستهزئ بيا انا شخصيا. معقوله؟ ايه اللي حصل يعني بكل ده؟ بس اللي اوريهولك ده ما ينفعش حد تاني يشوفه. وريني ايه؟ صورة راجل، ايه علاقتها بيكي؟ ده أنا. أنت فين؟ بقول لك راجل. هي رسماني على إني راجل، بتتمسخر بيا. لا يا شيخة لا، بترسمك على إنك راجل ليه يعني؟ عشان ملامحي جامدة، وماليش في الدلع ومقاسة البنات. أيوة أنت ملامحك جامدة، بس ده ما يقللش من قراستك. يا دكتور سعد لو سمحت. إيه في إيه؟ خلينا في البنت اللي لازم تترفد دلوقتي. بس هو عقاب الرفض دوت عقاب قاسي جدا. والله لو حضرتك شايف ان الاستهزاء بيا ما يستاهلش عقاب قاسي، يبقى اسمح لي اعتذر عن مادتك، لان انا مش هتواجد مع البنت دي في اي حته، ولا في السكاشن ولا في الكليه. ثانيه واحده بس اسمعيني. مفيش ثانيه واحده، يا انا يا هي في مادتك، واختار دلوقتي. لا اختارك انت يا فيفي. ويا ريت فيفي ده كمان ما يبقاش قدام الزملاء. ماشي هقوله لك لما نبقى لوحدنا. هشوفك في العيادة. انت بجد عملت اعتذار على الترم ده؟ اه ليه؟ هيطلع سلم المجد يا ستي. انت
حتى قام وقلتلهاش. زياد ومروان بيعملوا بند جديد، جالهم عرض كده ان هم يعملوا تور في كذا اوتيل، شرم ودهب وطابا، كانوا عايزين جيتارست فقالوا لي وهروح اشتغل معاهم. تور قد ايه؟ يعني 6 شهور ويمكن اكتر. 6 شهور؟ مينيمم 6 شهور. وانت شايف ان ده عرض مغري لدرجه ان انت تاجل ترم؟ قشطه يعني. احنا كده كده بندرس عشان نتخرج ونشتغل في السوق. جالي شغل قبل ما حتى اتخرج، اقول له لا يعني الدراسه مش هتطير. بس انت عمرك ما كنت بتحسبها كده. المره دي حسبتها كده ايه؟ انت بتهرب مني؟ بتهرب لدرجة انك مش عايز تقعد معايا في بلد واحدة؟ صح؟ صح. ايه؟ وحش فيهم عايزين. كنت عايزك في موضوع كده. هاي، انا طالبة في طب اسنان عند اختك دكتور افنان. انتي مالك انتي؟ ايه اللي دخلك في الموضوع ده؟ البنت قريبه عمرو صاحبنا وكانت منهاره وبتعيط وهي بتحكي لي. حرام عليك يا فيفي. حرمت عليك عيشتك انتي وهي. ده مستقبلها يا فيفي. ملعونه ابوها على ابو مستقبلها. والله لو كانت خايفه قوي على مستقبلها كانت تركز في محاضراتها. لكن دول شويه عيال ضايعين بيدخلوا الجامعه عشان يتمرقعوا ويحبوا ويصاحبوا ويستخفوا في دمهم. وندمانه وحلفت لي 100 يمين على المصحف انها مستعده تيجي تعتذر لك وتبوس راسك كمان. وانا مش قابله الاعتذار ومش هرجع في قراري. واخرجي بره بقى عشان انا مش فاضيه لمقاسه العيال دي. ايه الافتراء ده؟ ولما انت شايفه انها مقاسه عيال بتحطي عقلك بقى على العيال ليه؟ قلت لك ما تتدخليش في حاجه ما تخصكيش. بالراحه بالراحه بس. وانت عايزه انت كمان؟ في ما احنا كلنا كنا عيال يعني، كلنا عملنا مقلب في مدرسينا عادي. والله ده انتوا عاملين حلقه نقاش بقى حوالين الموضوع ده. مش مسموح لكم تتدخلوا في حاجه تخصني وبالذات شغلي. واذا كنتوا انتوا كنتوا سفله وتافهين وبتعملوا مقالب في مدرسينكم، انا ما كنتش. وطول عمري بحترم نفسي وبحترم اساتذتي. طيب انا مش فاهمه اصلا هي عملت ايه البنت عشان تستاهل كل ده. اتكسفت تقولي. وفيفي كمان مش راضيه تقولي. المهم ان البنت ندمانه وعايزه تعتذر لها. انا مفتريه. اه مفتريه وظلمه، واللي بتعمليه في الناس ربنا هيردهولك. ما بلاش انت. بلاش انا ايه؟ بلاش تتكلمي عن عقاب ربنا للي بيظلم حد. قصدك ايه؟ قبل ما تتكلمي عن الناس روحي بصي لنفسك وروحي قولي للحيوانه اللي بعتكي عشان تتوسطي لها. طول ما انا معيده الماده دي هحرمها منها. ومش السنه دي بس، انت بتعملي ايه؟ هو ده؟ بقى بذمتك لو البنت كانت عملت اي حاجه غير انها رسمت لك الرسمه دي كنت فصلتيها؟ كلمه واحده زياده في الموضوع ده هندمك انت كمان اكتر منها. اخرجوا بره. انا مش فاهمه انت زعلانه ليه؟ ما هي شبهك فعلا. ماشي هاي. انت قلت الادب على فكره. هي اللي استفزتني عشان دي ظالمه ومفتريه. لو كنت شفتي منظر البنت وهي مذلوله وبتعيط وكل ده ليه؟ ما هي لو ما كانتش عامله زي العسكري فعلا ما كانوش اشتغلوها. الناس اللي زي اختك دول هم اكتر ناس انا بكرههم في حياتي. انت مش فاهمه هي مكروهه من الطلبه ازاي؟ ما حدش بيحبها. دول كاتبين الماده اللي هي بتدرسها. وبعدين تستغربوا ان ما حدش بيحبها ولا بيتقدم لها، يحبوها ليه؟ او قاعد قدامه اهو بيلغ في الناتس اللي انت لسه جايباها امبارح. هيخلصها لنا يا زيزي. بتقول لك لما تيجي هتعمل لك المكرونه اللي بالجمبري. لا يا حبيبتي ميرسي، مش محتاج حاجه. خدي بالك من نفسك انت بس. اه بقول لك ايه، اقفلي اللوك اول ما تطلعي على الدائري. وانا كمان. باي يا حبيبتي. تلاته بالله العظيم انت خساره فيك ضفر زيزي دي. أعظم ست في الدنيا كلها. فأنت بالكفاءة على عظمتها بأنك بتخونها. شوف كلام الناس الكمل. أنا عمري ما بطلت أحب زيزي من ساعة ما عرفتها ولا ثانية واحدة لعلمك بقى. أمال طابور النسوان اللي أنت عرفتهم عليها دول اسمهم إيه؟ والطفلة الصغيرة اللي أنت رايح تعيش معاها نزوة عواجيز دي يا هشام. تسميها إيه؟ زيزي حب تاني، أنت مش فاهم. أيه حب تالت. ولا هي نزوة ولا هي زيزي. ايه دي حبها عيل في سن ابنك طارق، نقول معلش ده اكبر منه بسنتين ثلاثة.
ينفع يبقى حب، لكن الوضع بتاعك ده نسميه ايه؟ واحد بيحب واحده ضعفها في السن واستاذها في المعهد. يا راجل دي كانت لسه اول امبارح بتقولك يا اونكل، فجاه تتحول لعيل مراهق وتقول لي بحبها ومش قادر اعيش من غيرها، وتروح تتقابلوا في السر في شقه البروفات. ده ما اسموش حب، ده هشام، دي مراهقه متاخره. امسك امسك امسك. صب صب. كفايه ما تستهبلش. كفايه ايه؟ مش الدكتور قال لنا ان الواين حلو للشرايين يا نجيب؟ ما تستعبطش، الدكتور قال لك كاس مش ازازه. بقول لك ايه، بطل الوسائل بتاعتك دي، لا انا بحبها ولا هي لايق عليك. كفايه عليا وسائل زيزي، كفايه عليا ام واحده. بس زيزي مش امك يا هشام، زيزي مراتك. امي من ساعه ما عرفنا بعض من زمان وهي بتحسسني انها امي. تحتويني وتطمني وتفتح لي حضنها من قبل حتى ما اطلبها. طيب ولما انت قلبك عمران كده بحب زيزي، ازاي بتقول انك بتحبها؟ ما قلنا ده حب تاني خالص. انا صديتها في الاول يا نجيب، صديتها لما لقيتها بتعامل معايا مش باعتباري استاذها، عارف اني ممكن اكون بظلمها. بس ما اعرفش ايه اللي حصل، فجأة وانا بلحن مزيكة فيلم سعيد لقيتها فجأة بتنط في خيالي وكأنها بتدندن كل نوت انا بكتبها في اللحن. ما قدرتش احرم نفسي من الحب ده. من يومها بقت هي الوحي لكل لحن انا بلحنها. انا اللي بيني وبينها ده اسمه حب، بس مش حاجة تانية. واللي بيني وبين زيزي حب برضه، بس ده حب وده حب. اسمه أنانية. جيت ليه؟ مش عامل فيها مقموس؟ هي اللي جابتني. انت اللي جبتيه؟ والنبي لا، ده اول ما قلت له ان انا عايزه اجي لك قبل ما تنيه كان بيركن قدام الجنب. من امتى لو انت بنتقمص من بعض؟ ايه الحركات البلدي دي؟ لا مش حركات بلدي، بس انت كمان ما تصفيش على اخوي. انا ما صفيتش على اخوك على فكره، بس اخوك ده طلع مسخره. تعالوا اوريكوا حاجه. ودينا فين يا رشا؟ البنت دي صغيره لسه ما نطقهاش في الكلام ده. هي ينهر ابيض بجد. بيوتيفول يا رشا. بيوتيفول ايه بس؟ بعدين ده اخويا ده. تصدق ما خدتش بالي؟ هبقى احطها في المعرض بتاعي اذا عمري في يوم من الايام عملت معرض. ما هتحطي بقى في المعرض بتاعك من غير ما تاخدي راي الموديل يعني ولا ايه؟ اكيد هيقول اه. لا هو مستحيل يقول اه، هو اكيد هيقول لا. يا بنتي ده مكسوف يبص على نفسه في المرايه من ساعه الحفله. بس بذمتك مش حلوه؟ مش مشكلة انها حلوة الصراحة. معقولة يا ماما؟ ده ولا فيلم من افلام زمان. ما امك اياميها كانت فشر مجد على لبنى عبد العزيز. ولا يا عيني يوم ما افتكرت انه غدر بيها وهاجر على بلاد بره. كانت هتموت من القهرة وقالت خلاص زي ما باعني هبيعه وانساه. وراحت اتجوزت ابوكي. ولو كان صبر القاتل على المقتول كان زمانك دلوقتي بقى اسمك انجي عبد السلام. بس يا وليه ما ينفعش تقولي الكلام ده، ده ابويا برضو. صح، كفايه ان هو كان السبب ان انا خلفتكم. طيب خلينا بس احنا في موضوع سالم من دلوقتي. يا اختي زفر قوي اسم سالم وندع الجدع، ده هو اللي خلى ايام امك عسليه. ايه ليه يا اختشي؟ ايه ده؟ طيب فهميني بقى كده بشويش، يعني هو جه وكشف سر السنين عشان هو عايز ايه يعني؟ هيكون عايز ايه يعني؟ اللي بيعوزه اي راجل من اي ست. هبلت يا وليه؟ لا الجواز يما، الجواز. انت بقى اللي فكرك قبيح. جواز ايه بس؟ هتلبسي الراجل تهمه؟ لا يعني هيكون عايز القبيح يعني؟ كان عايز يصلح سوء التفاهم وما قدرش يصلحه طول ما ابوكي عايش، لان هو راجل محترم وبيراعي الاصول. طيب ودي صلح سوء التفاهم، عايز ايه بقى؟
يعني قفر الشغل اللي هو مديهولك ده، يعني على اساس ان انت خبيره النباتات الاولى اللي في العالم؟ اصلا الكلام في حاجه زي كده ما ينفعش. ابوكي ما بقالوش سنه، وحتى لو فات 10 سنين هفكر انا في الجواز وعندي 3 عرايس. يا ماما ما بقاش في حد بيفكر كده، ده تخلف. انا لو سمعت على واحده في نفس ظروفي وحبت تتجوز هقول عليها ست مش مظبوطه، عشان هتبقي غيرانه منها عشان مش عارفه تعملي زيها. انما انت ست طيبه وربنا بيحبك واداكي الفرصه انك تعيشي قصه حبك تاني. الفرصه دي ما بتجيش للناس كتير، هتضيعيها من ايدك تاني؟ مركز في المزيكا خالص، متضايق من نجيب قوي كده؟ انا عمري ما اتضايقت من نجيب ايه، بس يمكن الكلام وجعني وفوقني شويه. انا فعلا اناني. طب وايه يعني؟ ما انا كمان انانيه، انا اللي عملت لك فيها عيله واعتزلنا عليك لحد ما حبيتني. أنا عارفة إنك بتحب مراتك. أكيد كل شوية عمال يقول لي عيلة عيلة كل شوية. كنت عايز أقول له إن أنا بحس أوقات كتير جدا وأنا معاها إن أنا عايل منها بكتير. كنت عايز أقول له إن هي أنثى أكتر من ستات كتير أوي أكبر منها. كتير. بس ما رضيتش أقول له. عشان دي حاجة بتاعتنا إحنا الاتنين بس. أنا موافق عامة. وأنا كمان. وأنا كمان موافقة. جت بروية وسماوية وقللة الأدب، الحق عليا اللي طلعت ناديتها. إيه شتمتك ولا إيه؟ شتمتنا كلنا يا أخوي، وقالت لي ولعوا كلكم في بعض. وقالت لي هي مش عيالة بريالة، لو عايزة تشتغل تشتغل، لو مش عايزة إن شاء الله عنها. بس أنتِ موافقة إنها تشتغل يا بسابيسو؟ أيوه طبعًا. وأنت يا أحمد، رأيك إيه؟ أنا رأيي من رأي فيفي يا ماما. إيه إني أولع؟ لا العفو يا ماما، مش قصدي طبعاً، أنا قصدي إن حضرتك حرة، عايزة تشتغلي تشتغلي، مش عايزة براحتك. مالك يا أحمد؟ مالي؟ أنا كويس. لا، بقالك كام يوم قافل على نفسك، وبقالك مدة ما بتروحش الشغل. زهقان. عادي يا ماما، على طول زهقان. صباح الخير. وانت من اهل الخير. في ايه؟ ماما لو شاف الصوره اللي اترسمت له هو كمان هيعمل ايه؟ دي بقى اللي انا نفسي اشوفها. صوره ايه؟ صوره ايه؟ خلاص بقى، على بركه الله هنزل الشغل.
شمي شمي يا شمي يا شمي يا دريكس لا 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 دريكس لا 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 انت من الناس بقى اللي بتحب تختفي وما تردش على تليفونها والحاجات دي؟ لا انا مش قصدي بجد. امال ايه؟ قاطعين عنك الخط؟ بصراحة أنا مبسوط منك أوي من يوم. لا والله. أيوه. مش عارف اللي أنا عملته ده. هزقت نفسي وصغرتها و عرفت قلت كلام مش أنا أصلا مش فاكر أنا قلت إيه. إيه قلت إيه يعني؟ قلت كلام لطيف جدا وموزون جدا ولا يزعل ولا يكسف ولا أي حاجة من الحاجات دي خالص. وبعدين لو أنا كنت زعلانة منك كنت هبعت لك مسج تاني يوم عشان أطمن عليك؟ غير طبعا إن أنت بقى كنت فضول هيموتك يعني ان انا ازاي مش متجوزه وعندي بنتين. الفضول لسه هيموتني على فكره. هوريهم لك. بص يا زيد دول بنيتي اللي انا متبنياهم. متبنياهم؟ ربنا يطمن قلبك. كنت بتغوش قوي كده؟ جدا، دي تاني مرة تشتغلي فيها وتغوشيني كده. مرة تانية يوم حفلة آدم لما قابلتك مع أخوك وأنا معرفش إن هو أخوك. طب وده إيه اللي يغوش كده مش فاهم؟ يعني موقفين شفيهم شبه من بعض. اسمعي كلامي يا زيزي، بيلا بتقولي انها ست سرها باتع، بتقولي الحاجات بالاسامي. بيلا دي مجنونه، ما تتخيرش عنك يا حبيبتي. فنجان ايه ده والنبي اللي انتوا عايزيني اروح اشوفه؟ انتوا ستات فاضيه ومخكوا ضارب. الو؟ حلو؟ مدام زيزي؟ ايوه يا فندم، مين معايا؟ حضرتك عارفه ان الاستاذ هشام جوز حضرتك. على علاقه غراميه بطالبه عنده في المعهد. اسمها آية إبراهيم أبو المجد. مين بيتكلم؟ كده بعد المكالمة 11 ونص. يا مدام، يا أنسة، الباقي. الكلام ده حقيقي؟ أكيد لا، ردي يا آية. ما تردي يا آية، في حاجة بينك وبين هشام شرف؟ ولا هما بيبالوا عليكي؟ ما تتكلمي يا بنتي. مش قادرة تكذب وتقول مفيش حاجة. متربية قوي السفلة. مستحيل تعمل كده. مش كده يا آية؟ من إمتى؟ وحدود العلاقة دي واصلة لفين؟ إيه اللي بينك وبين هشام؟ وبقالك قد إيه مقصصة لك كلنا؟ دول اللي أنت بتطلبه؟ تعالي، أنت مسكني مزعلي؟ روح الوقت اللي قلت ملحق ابن اختي، انت فاهم؟ شايف تربيتك؟ اعتبرني ما تربيتش. خاف على سنك وما عينك عشان ما تتقي شري. بس خلاص ما تشتغل معايا. حسابك معايا بعدين. تتحبس زي الكلب ما بتخرجش بره باب البيت ومحدش يزورها والتليفون يتسحب منها، واللي ما عرفتيش تربيهم انا هعرف اربيهم كويس. عشان مكالمة تليفون من فعل خير زي الأفلام تقوم انت تصدقي؟
مش مكالمة التليفون هي اللي خلتني مصدقة ومتأكدة. أنا عارفة وحاسة من زمان، بس كنت بقول معلش ما تركزيش، دي نسوة خايبة من نزواته. المشكلة إن أنا في كل مرة ببقى فاكرة إن أنا حست، أرجع أكتشف إن أنا بتوجع نفس الوجع. لكن لما توصل لعيلة صغيرة، عيلة من دور ابنك، تلميذة من تلامذتك، يا موسيقار الأجيال، يبقى لأ. ولمجرد إن أنت حاسة أبقى أنا فعلا في علاقة مع البنت دي؟ كدب خايب قوي، وفي كل مرة بعرف إن أنت بتكدب، مفيش مرة ما بعرفش. احترم ذكائي بقى مرة واحدة يا أخي، بلا قرف. أنا زهقت. زيزي لو مشيتي وسبتيني أنا هقع تاني، بس المرة دي مش هتلحق. مينفعش أبقى لوحدي، أنت عارفة متأكدة إن أنا بحبك. عمري ما قصدت إن أنا أوجعك، وأنت بتحبيني مش هتسيبيني. والله العظيم آخر مرة، وحياتك عندي وحياة طارق. كمان وعدتني الوعد ده يا شيخ. أنا اللي بقول لك المرة دي، أنا مش هسمح إن ده يحصل تاني. والله العظيم ما هقبل إن ده يحصل لي تاني. حاضر. مهدي عامل مفعوله، قعدت اطبطب عليها لحد ما راحت النوم. تطبطب؟ هو انت شايف اللي عملته ده يستحق الطبطبه؟ اه يستحق الطبطبه، ولو انت شايف غير كده خش هات سكين من المطبخ واطلع غريزه في قلبها. هو انت ازاي مش شايفها غلطانه؟ لا شايفها غلطانه، بس انتوا لازم تتكلموا معاها تفهموا منها، مش تقف تتفرجوا عليها وهي بتتضرب. هي ما قالتلكش حاجه؟ لا بس كانت ماسكة صورة بابا وحطها في حضنها وبتقول لي، بتقول لي عايز تروح، بس منهار عصبي. تسمعوا عنه؟ والله ما عارفة الليلة دي عدت عليا ازاي. قلقانة عليها جدا، طول الليل رايحة جاية على أوضتها، حتى القرص اللي قدم الدهول يا دوبك غفلت ساعتين. عايزاني أجيلك؟ لا لا، تجيلي تعملي إيه بس؟ أنا هقوم أطمن عليها وأحاول أكلها أي حاجة. أحب أكلمك تاني. طب خلي بالك من نفسك والراحة على إيه. حاضر، مع السلامة. أحمد، أحمد.